ان العائد على الاستثمار في برنامج الاوفست قد انعكس على جميع مناحي الحياه في دوله الامارات العربيه المتحده، وقد ساهم البرنامج في تحقيق تحول اقتصادي ناجح، كما ساهم في إعداد جيل كامل من الكوادر الوطنية القادرة على مواصلة المسيرة لتكون الإمارات في طليعة الدول المتطورة. اهتمام القيادة الإماراتية في الصناعة الدفاعية هو اللي فتح لنا الأبواب وساعدنا إلى الوصول إلى العالمية. طبعاً الأوفست بروجرام وتوازن بشكل عام منذ نشأتها هدفها الأول كان دائماً تأهيل المواطن والاهتمام ببناء جيل وطني قادر على العطاء والمساهمة في مسيرة التطور في البلد. لا زالت هذه الرغبة الملحة في تطوير المواطن تعتبر جزء من دي ان اي توازن. مجال الصناعة الدفاعية محفوف بالتحديات والمخاطر. طبعاً اليوم التحدي مختلف، آليات اللي مطلوبة لمواجهة هذا التحدي موجودة ولله الحمد داخل تواجد. كان دائماً من المهم عندنا موضوع صناعة وطنية بأيادي وطنية.